أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم مرة أخرى ضيوفنا الأعزاء. ونبدأ مع الزميلة نادية. بكل تأكيد مشاهدينا في فلسطين سيكونون في حالة من الإثارة، لأن لديك الكثير والآلاف من المعجبين. أهلا بك. ونبدأ طبعا بذكر أن الشعب الفلسطيني فقد مناضلا مهما في الأيام الأخيرة، الدكتور إياد السراج. فنعزي شعبنا الفلسطيني بشكل عام والغزيين بشكل خاص. بالتأكيد أنا كتير سعيدة أول شيء أن أكون معك بهذا البرنامج، وأكون مع الزملاء طبعا خالد ومحمد، ومواضيع كتير رح نحكي فيها. وأنا كمان بشاركك العزاء بوفاة الدكتور إياد السراج. الحقيقة كان له دور كتير كتير مهم في إبراز القضية الفلسطينية على كل النواحي، وبالتحديد كمان أنه أنا وياه نشترك بشيء واحد، أنه إحنا التنين من غزة كمان. بكل تأكيد، وهو أعتقد كان يعني من أول ما دعا للنضال السلمي، أليس كذلك خالد؟ لا شك، رحمة الله عليه. أنا آخر مرة قابلته في زيارة قديمة له في واشنطن، وهو رجل لديه بعد نظر وحكمة شديدة، وبالتالي هو وفاته خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني، وتحديدا لأهل غزة نتيجة المعاناة المضاعفة التي يعانوا منها الآن بين فكي الكماشة والوضع الصعب جدا في غزة. فللأسف يعني حقيقة كثير من الكوادر الذين يخسرهم الشعب الفلسطيني لا يتم تعويضهم بهذه السهولة. جزء كبير من الذين خسرناهم خلال السنوات الماضية لم يأتي بهذه الدرجة ناس في عظمتهم وتفكيرهم للأسف. رحمة الله عليه. سنناقش الوضع الفلسطيني محمد، وسأبدأ مع نادية. نادية، سمعنا تصريح لكبير المفاوضين صائب عريقات صباح الخميس، يتحدث فيه أنه متفائل وأننا قد نصل إلى اتفاق إطار وإطار اتفاق. وأنا حقيقة لا أفهم ما يتحدث عنه، ومن أين يأتي بهذا التفاؤل، خاصة وأنه قبل يومين كانوا يتحدثون عن طريقك مسدود مسدود مسدود. ما رأيك؟ صحيح، وأكيد لديه معطيات تجعله يتفائل، يعني بدون أي شك أنه الإدارة الأمريكية فشلت بالولاية الأولى لعهد الرئيس أوباما في تحريك المسار التفاوضي بين الفلسطينيين وإسرائيل. لسبب الأول، كما تعرف أنه الرئيس أوباما نفسه كان أراد وضع شرط، وهو إيقاف المستوطنات، ومجرد ما أن قال له نتنياهو بأنني لن أوقفه فاستسلم، فانتهينا في طريق مسدود، وكان تعليق وتجميد وإلى آخره. الآن لدينا وزير خارجية متحمس جدي يلعب دور مختلف عن هيلاري كلينتون، نتحدث عن جون كيري بالتأكيد. وأعتقد بأن جون كيري يريد أن يحرك هذا المسار. هل هذا لا يعني بأنه في نهاية ولاية عهد الرئيس أوباما الثانية سيكون هناك اتفاق، وستكون هناك دولة فلسطينية، وستكون هناك سيادة فلسطينية على أراضي الضفة الغربية، وستكون دولة موحدة بين القطاع والضفة؟ لكن هذا يعني بأنه الوزير الخارجية كيري ربما يعني يدفع باتجاه نوعا ما يكون هناك ربما اتفاق على ليس الدولة مؤقتة، لكن هناك حديث على أنه هناك اتفاق أمني. وأعتقد بأن الولايات المتحدة تفكر بأنه هناك قضايا أساسية عالقة، وهي كلنا نعرفها، الأمن والحدود والقدس واللاجئين والآخرين. الإدارة ترى بأنه إذا استطاعت الولايات المتحدة أن تكون لديها تفاهمات مع الأطراف بخصوص الوضع الأمني الذي هو هاجس إسرائيلي، أحيانا مبرر أحيانا غير مبرر، بإمكانها أن تتحدث عن الحدود. إذا تحدثنا عن الحدود نتحدث عن المستوطنات، وبالتالي تبقى قضية القدس واللاجئين من أكبر القضايا العالقة. فأنا أعتقد بأنه ربما هناك نوع من التفاؤل، لكن هو تفاؤل دائما حذر بأنه خلال هذه الفترة القصيرة ربما نرى بعض التغييرات الإيجابية، لكن لا أعتقد بأننا سنوصل إلى اتفاق. كيري متحمس جدا، مع العلم أنه يبدو أن هناك توتر بين كيري ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي بعث برسالة إلى الرئيس أوباما منذ أيام يقول فيها أنه لا يقبل بمقترحات كيري بالنسبة للوضع الأمني، وخاصة الإبقاء على الوجود الإسرائيلي العسكري على طول خط نهر الأردن. ما رأيك؟
طبعا هنالك مثل غربي يقول it takes two to tango. وانا اعتقد انه الطرف الفلسطيني يرقص يعني يحتاج اثنين ليرقصوا التانجو، لكن الطرف الاسرائيلي لا يريد ان يرقص، يريد ان يرفص. الطرف الفلسطيني هو الذي يقدم، الطرف الاسرائيلي ليس مضطر ان يقدم اي شيء. اسرائيل في اقوى وضع لها منذ تاسيسها، الوضع العربي سيء، الوضع الفلسطيني سيء، الدول العربية المحيطة والتي قد كانت تشكل خطر على إسرائيل منشغلة ببعضها ومشاكلها الداخلية. حزب الله حتى الذي شكل في يوم من الأيام خطر على إسرائيل هو مشغول في حرب داخل سوريا وفي مشاكل داخل لبنان. الفلسطينيين منشقين بين غزة وبين الضفة، وحتى في الضفة هناك انشقاقات بين القيادة الفلسطينية وحتى قيادة فتح غير موحدة في القلب وفي الرأي. فأنت عندك وضع بالنسبة لإسرائيل وضع مثالي. لماذا تقدم إسرائيل أي تنازلات؟ إسرائيل موجود على الطاولة لسبب واحد وحيد، هو أنه أمريكا طلبت منها ذلك. لكن إسرائيل تستخدم سياسة في التفاوض الفلسطيني قال عنها شامير قبل سنوات عندما سئل بعد مدريد وعندما خسر الانتخابات من التلفزيون الإسرائيلي، أنه أنت ذهبت إلى مدريد، قال أنا سأكون سأفاوض الأبد. وهذا أنا أذكر ذلك تماما. وهذا ما تقوم به إسرائيل. إسرائيل ليست مضطرة أن تقدم أي تنازلات. الطاقم الإسرائيلي الذي يفاوضه الفلسطيني هو طاقم أو سياسيين بنوا تاريخهم السياسي على معارضتهم لأي سلام مع العرب ومع الفلسطينيين، وعلى أي تنازلات الحدود وأي تنازلات حتى سياسية. وغالبية السياسيين الذين يشاركون إدارة نتنياهو بما في وزير خارجيتهم قبل أسبوع أسبوعين إذا حضرت ندوة البروكينغز قال لم يكن في تاريخ دولة فلسطينية، وبالتالي أنت عن إيش تتكلم يعني؟ وبالتالي ما دام هذا تفكير القيادات التي أنت تتفاوض معها لن تحصل على شيء. أنا أعتقد أنه هذا هو الموقف الإسرائيلي ويزداد تصلبا، وكذلك الموقف الأمريكي. رأينا تراجع في موقف كيري محمد، ما رأيك؟ لا بس أعتقد أن جزء لم نتطرق إليه هو المنافسة البيروقراطية بين فريق وزارة الخارجية الأمريكية بقيادة جون كيري وفريق مجلس الأمن القومي بقيادة سوزان رايس. هناك منافسة بيروقراطية داخل الإدارة الأمريكية في ملفين أساسيين وصارع إلى التهامهما جون كيري، الملف السوري وملف صراع الفلسطيني الإسرائيلي. هو يعني جامب قفز للحصول على هذه الملفات الهامة بعد وصوله للخارجية مخافة أن تستولي الصديقة المقربة للإدارة الأمريكية للرئيس الأمريكي سوزان رايس على هذا الملف. ومن هذا أعتقد أنه ليس بالضرورة هناك مساعي أمريكية أصيلة أو صادقة للتوصل لحل الصراع، رغم الموافقة الكاملة على ما ذكره الزميل أن الساحة الإقليمية مثالية لإسرائيل، ليس هناك أي ضغط عليه من أي جانب للجلوس على مائدة المفاوضات، إلا إذا كان الطرف الآخر يستسلم تماما. والحمد لله أن الفلسطينيين حتى الآن لن يستسلموا للمطالب أو لوجهة النظر الإسرائيلية. لكن أعتقد هناك تسرع أمريكي لاستغلال هذه اللحظة في فراغ في الشرق الأوسط، فراغ عربي للدعم الفلسطيني، وهذا أعتقد ما تراهن عليه واشنطن. أنا أختلف في الحقيقة، لأنه حتى لو كانت كل العوامل التي ذكرتها هي صحيحة 100%، بالنهاية حتى لو كانت العوامل كانت مواتية، ماذا فعلنا بالعشرين سنة السابقة؟ يعني هل وجود حتى بإسرائيل قوية أو غير قوية أو العرب أقوياء أو غير أقوياء أقاموا دولة فلسطينية؟ لا أعتقد. حتى الحديث عن شمير أو شارون أو حتى نتنياهو أو حتى بنت، كلهم ممكن أن يتراجع، لأنه في النهاية هناك شيء استراتيجي مهم، أن إسرائيل لا يمكن لها أن تستمر كما هي دولة ديمقراطية يهودية بدون الاعتراف بدولة فلسطينية وحق الفلسطينيين بالسيادة وبدولة كاملة. بالنهاية يجب يعني على المدى البعيد يجب أن يتنازلوا، وهذا أعتقد بأن الإدارة الأمريكية والرئيس نفسه وحتى كاري يفهمون تماما، وهذه الرسالة التي طالما يقولونها للإسرائيليين بأنه أوكي في الوقت الحالي تستطيعون أن تتحكموا بكل الأراضي، لكن هل تريدون حكما ذاتيا للفلسطينيين في الضفة؟ هل تريدون أن تتركوا غزة إلى تحت حكم حماس؟ يعني ما هو البديل؟ يعني هناك يجب أن يكون تفكير عملي وهناك تفكير أيديولوجي أو تفكير مبدئي. متفق تماما معك. أنا ما ذكرته أن إسرائيل تريد استسلام فلسطيني وليس تفاوض فلسطيني. هذا لا يمكن. على ما يتم إسرائيل التفاوض. تريد استسلام فلسطيني وليس تفاوض فلسطيني 100%. وأعتقد أنه ما تقوله هنا دي من الناحية
الظاهرية صحيح، لكن إذا أنت كنت تعامل مع السياسيين المنطقيين، يعني من حضر ندوة ليبر من يعرف أسلوب الذي يتعامل فيه اليمين الإسرائيلي مع المشكلة الفلسطينية، ندوة ليبرمان في السبان لو يعني هنالك مجموعة وكتلة سياسية كبيرة في إسرائيل وتمثل اتجاه سياسي كبير وتجاهل تام للشعب الفلسطيني وتجاهل حتى لوجوده، رغم أنه نحن نتكلم عن حقائق سياسية ورغم أنه المجتمع الأوروبي أكثر من أمريكا يحاول أن يمارس ضغوط على إسرائيل، إلا أنه هنالك قناعة نتيجة الغرور التي وصل فيها نفسه ليس فقط السياسيين الإسرائيليين، حتى الناخبين الإسرائيليين الذين يعتبرون مثلا أن إسرائيل معها حق أن تستخدم العنف المفرط ضد الفلوتيلا على سبيل المثال. 70% من الإسرائيليين كانوا مع استخدام عنف مفرط في مجموعة من المدنيين في البحر. سنتحدث عن المزاج الإسرائيلي بشكل عام، ولكن أريد أن أتوجه إلى نادية بالسؤال التالي. تصريح صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين الذي يفاوض الإسرائيليين منذ عام 91، أعتقد أنه يمهد لتمديد المفاوضات، فترة المفاوضات التي حددت بتسعة أشهر، هل تعتقدين ذلك؟ هو يقول أنه قد تحتاج إلى فترة. أكيد أكيد سعيد، نحن نتحدث عن قضية استعصت على كل الإدارات الأمريكية على مدى 60 عام. 9 شهور لتحل كل القضايا هو وقت غير معقول. يعني يتفاوضون منذ 22 عام، لا أتخيل أن هناك قضية صحيح واحدة لم يتم بحثها مع الإسرائيليين. صحيح، لكن صحيح بدون أي شك، لكن أعتقد بأن الفرق هو بأنه جون كيري يعتقد على الأقل، أنا أعطيه benefit of the doubt زي ما بقوله بالإنجليزي، يعني أنا أعتقد بأنه سيحاول، هل سيصل بالنهاية إلى طريق مسدود أم لا، بس على الأقل هو يحاول. وهذا فرق بينه وبين هيلاري كلينتون التي غسلت يديها، لم ترد أن تخاطر وقررت، لأنه كان البيت الأبيض يتحكم في القرار. وكما قلت أعتقد بأنه بدون أي شك هناك صراع بين حقيقة رايس وبين كيري. خطاب جون كيري إذا تابعناه منذ بداية المفاوضات وحتى الآن نرى أنه في تراجع باستمرار، وأنه يتبنى الموقف الإسرائيلي كل مرة إسرائيل تخرج بتعديلات يتبناها. إسرائيل تتبنى الأمن كاستراتيجية بكل شيء بتعلق بالمفاوضات، هي لا تريد أن تعطي الأراضي، أن ترجع يمكن حتى شبر بسيط من الأراضي الفلسطينية، لكن هي مضطرة بالنهاية. يعني